أصبح الحديث عن الشغور الرئاسي في لبنان أمرا عاديا، وأصبح هذا الحديث يتكرر على كل الألسنة في الصالونات السياسية، في الكواليس السياسية، في السفارات الأجنبية المعتمدة في لبنان، حتى في العواصم الخارجية المعنية بالشأن اللبناني. الكل يتصرف على قاعدة أن الشغور حاصل، وأنه يجب ترتيب الوضع وترتيب الساحة من أجل مواكبة الشغور الرئاسي. الشغور الرئاسي يمكن أن يكون بأحد وجهين، إما أن يكون هناك فشل في انتخاب رئيس جديد في المدة المتبقية من ولاية الرئيس ميشيل عون، أو أن نصل إلى مرحلة لا تحصل في هذه الانتخابات، فنصبح أمام شغور رئاسي ورفض الرئيس ميشيل عون الخروج من قصر بعبدة في سياق ما يروج له محيطه وبطانته على قاعدة أنه لن يسلم للفراغ، لن يسلم للفراغ بمعنى أنه لن يسلم السلطة أو الصلاحيات الرئاسية لحكومة هي حكومة تصريف أعمال، هذه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. الآن وبصرف النظر عن كل النظريات وكل الاجتهادات وكل القراءات الدستورية، لابد من طرح السؤال التالي. ثمة معلومات، وهي على هذا الأساس أن هناك معلومات، وهذه المعلومات تقول بأنه عدد من الدول المعنية بالشأن اللبناني، يمكن أن يكون فرنسا والولايات المتحدة في رأسها، تتهيأ ل يعني إصدار والتحضير لإصدار عقوبات تنزل ويتم إنزالها بعدد من الشخصيات التي سوف تعتبر مسؤولة عن الشغور الرئاسي إذا حصل هذا الشغور. هذه العقوبات يمكن أن تطال محيط الرئيس ميشيل عون، بطانته طبعا، العائلة، الأفراد الذين يتعاطون على قاعدة التسهيل والترويج للشغور، وربما يعني الدفع نحو الشغور. لكن يمكن أن أيضا أن تصيب شخصيات سياسية أخرى يعتبر بأنها تعمل من أجل هذا الشغور الرئاسي. هناك معلومات متوافرة في أروقة القرار الأوروبي وأيضا الأمريكي بأنه مسألة العقوبات ليست بعيدة، وبأن هناك لائحة جديدة يتم الإعداد لها، وربما تم الإعداد لها من عدد من الشخصيات لكي تتعرض لعقوبات في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية، على قاعدة بأنه يجب حث اللبنانيين والمسؤولين اللبنانيين على تحمل مسؤولياتهم وعلى عدم ترك لبنان واللبنانيين في هذه العاصفة الهوجاء التي يعبرون بها. السؤال: هل يحصل ذلك؟ السؤال: هل تتشجع هذه الدول، إن كانت فرنسا، الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، على يعني إطلاق رزمة عقوبات بحق شخصيات معروف ومعلوم أنها تعمل يعني ليل نهار من أجل هذا الشغور الرئاسي؟ هذا السؤال المطروح حالياً.